منذ بزوغ الفجر الإسلامي على مدينة القدس العربية، ومنذ سرى الأذان الأول إبان الفتح العمري في زقاقها العتيقة، تم الاعتناء بهذه المدينة بشكل مختلف، وجعلها من الأولويات على مدار الحكم الإسلامي لها منذ عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه وحتى آخر سلاطين العثمانيين. ومن جملة ما وظف للعناية بها والمحافظة على إرثها وحضارتها تسخير الأوقاف لها على امتداد العالم الإسلامي. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: ائتوه، أي الأقصى، فصلوا فيه، ومن لم يتمكن فابعثوا زيتا يسرج في قناديله. نعم، هذه عبارة رمزية لدعم المسجد الأقصى المبارك، فالزيت هو رمز للتبرع للأقصى ولإشعاله بالنور، وأن المسلمين يمكنهم أن يتبرعوا بأي صورة من صور الدعم للمسجد الأقصى المبارك. وهذا الحديث الشريف هو الذي يعطينا الصورة الواضحة في اهتمام المسلمين جميعا بالأقصى، فإما المسلم يأتي إلى الأقصى إذا تمكن من ذلك فيصلي فيه، ومن لم يتمكن من الوصول إلى الأقصى فيعطيه تبرعا ودعما. نحن نشعر ونؤمن أن القدس تعود للمسلمين، وبالتالي كل المسلمين مسؤولين عن ازدهار القدس. أي شيء يمكنهم أن يصنعوه لمساعدة القدس يجب عليهم أن يفعلوه، حتى وإن أرسلوا مؤن أو أي شيء آخر للقدس، فهذا واجب على جميع المسلمين أن يحاولوا ويرسلوا الاحتياجات الخاصة بالقدس. Supply the needs of Jerusalem. مع اتساع رقعة الفتوحات الإسلامية وامتداد مساحتها الجغرافية وظهور مراكز جديدة وحواضر إسلامية، حظيت فكرة الأوقاف باهتمام فريد وبتنوع كبير، وبقيت مدينة القدس انطلاقاً من مكانتها الدينية ومركزيتها في العقيدة الإسلامية محط اهتمام الوقف الإسلامي وذات نصيب كبير فيه. الوقف هو مفردة مقدسية، ولهذا لا يمكن أن نفصل الوقف بكل ما فيه من معاني وآثار ودلالات عن الحياة الاجتماعية والاقتصادية في مدينة القدس. يكفي أن نقول أنه منذ عام 15 للهجرة حتى أيامنا هذه، الحركة الوقفية نحو فلسطين والقدس لم تنقطع في يوم من الأيام، منذ عهد الأمويين إلى العباسيين إلى المماليك والأيوبيين والمماليك، ثم انتهاء بالعثمانيين. هذه العصور كان الوقف في مدينة القدس وفي أطراف فلسطين المحتلة تزداد يوما بعد يوم. إذن لم يقتصر الوقف على مدينة القدس فحسب، بل انتشر انتشارا واسعا وبشكل كبير في مدن وقرى فلسطين المحتلة.
من خلال لغة الأرقام يتبين لنا الحجم الكبير من أوقاف المسلمين في هذه المدينة المقدسة وما يقاربها من المدن على الساحل أو على المدن داخل والقرى الفلسطينية. تبين لنا من لغة الأرقام أيضا أن المسلمين كانوا يبعثون أموالهم ويبعثون ما يجودون به من أموال وممتلكات نحو القدس إذا استطاعوا أن يوقفوا داخل فلسطين. إن الأوقاف الإسلامية بفلسطين تقدر ب16% من مساحتها الكلية، فإذا كانت مساحة فلسطين 27,000 كيلومتر مربع، فإن مساحة أراضي الوقف الخيري تبلغ 4,320 كيلومتراً مربعاً موزعة في أنحاء فلسطين، بمعنى أن من بين كل 16 كيلومتر مربع هناك كيلومتر مربع واحد هو وقف إسلامي. كما وصلت نسبة ممتلكات الوقف في القدس في البلدة القديمة وحدها ما بين 67% إلى 80% من مساحتها الكلية. إذا ذكرنا مدينة عكا يمكن نقول 90% من مدينة عكا هي في البلدة القديمة هي أوقاف للمسلمين. تم توثيق 683 وقفا مسجلا يتبع للمسلمين في هذه المدينة التي كانت محاذية للساحل وكانت تتعرض للغزوات الصليبية، فتم الوقف والحبس عليها من قبل المسلمين داخل وخارج فلسطين. إذا تحدثنا عن يافا نتحدث عن 83 من مساحة يافا الكلية هي أوقاف. إذا تحدثنا عن الأرياف نتحدث عن 15-20% من مساحة الضفة الغربية كانت أوقاف للمسلمين. إذا تحدثنا عن غزة وهي المدينة الصغيرة نتحدث عن 15-20% من مساحة الأرياف والأراضي الزراعية كانت وقف للمسلمين. بدأ الخلفاء الأمويون يوقفون أوقافاً كثيرة في مدينة القدس، وهكذا من ذلك التاريخ بدأت الأوقاف الإسلامية في مدينة القدس. ولكن الحقيقة العصور الذهبية التي شهدت أوقافاً كثيرة في مدينة القدس بدأت بالذات من عهد صلاح الدين الأيوبي في عهد الدولة الأيوبية، فكان السلاطين الأيوبيين يتسابقون في موضوع الأوقاف وفي كثرة الأوقاف. ثم بعد أيضا يعني انتهاء الدولة الأيوبية وقيام دولة المماليك أيضا ازدادت الأوقاف الإسلامية بشكل غير مسبوق في العهد المملوكي. أكثر دولة إسلامية في التاريخ الإسلامي أوقف سلاطينها وأمراؤها ووجهاؤها أوقاف في القدس كانت الدولة المملوكية. ولذلك نجد اليوم في أحياء القدس وفي حارات القدس وفي داخل حدود المسجد الأقصى المبارك مئات الحقيقة الأوقاف التي تعود إلى العصر المملوكي، إما مساجد أو مصاطب أو أماكن للسقيا أو تكايا لتناول الطعام، الحقيقة بالمئات موجودة في مدينة القدس.
بيّن لنا أيضا أن هنالك أوقاف للمسلمين داخل مدن وقرى فلسطينية كانت تأتي إكراما للمكانة المقدسة للقدس في قلوب المسلمين، فإذا لم يجدوا وقفا قد يوضع في القدس كان يوضع في المدن الأخرى. يكفي أن نقول بالإضافة إلى مدينة القدس تحديدا كانت هنالك أوقاف في بعض القرى والمدن الفلسطينية الرئيسية. وقف تميم الداري الذي كان يشكل 60% من مساحة الخليل الكلية للأسف تم الاعتداء عليه وتم مصادرة الكثير من ممتلكاته، لكنه وقف قديم بعد وقف مدينة القدس. وقف سيدنا علي بن عليم الذي كان يقدر مساحة ب 28.400 دنم في أطراف مدينة يافا. وقف الجزار الذي قيل أنه كان يدخله كل يوم أكثر من 2000 من الجمال، نسبة إلى واقع هذا الوقف وهذا هذه الأملاك الكبيرة في مدينة عكا. غزة أيضا، غزة كانت تعرف أيضا بأوقاف كانت توقف وتحبس للحرمين الشريفين، وكنا إذا تعرضنا لمفهوم الحرمين الشريفين من وثائق القدس وفلسطين كان يذكر الحرمين الشريفين ليس مكة والمدينة، وإنما كان يقصد بهما داخل فلسطين القدس الشريف ومدينة الخليل التي تعتبر من المدن المقدسة وفيها مقام سيدنا إبراهيم عليه السلام. تبين لنا تاريخيا وقف الغوريين يتبع إلى المسلمين الأفغان، وقف المسلمين الهنود في باب خارج باب الأسباط، وقف المشارقة من مسلمين بخارة يتبع في حارة المشارقة، وقف حارة الشرف تتبع للمسلمين الأكراد، وقف المغاربة وهو من الأوقاف القديمة يتبع للمغاربة، وتحديدا في 583 عندما أقام المغاربة في مدينة القدس وجاءوا مع الفاتح صلاح الدين أيوبي في عام 583. أيضا تاريخيا وما زالت بعض هذه الأوقاف قائمة وقف العثمانيين وتحديدا وقف زوجة السلطان سليمان القانوني خاصقي سلطانة، وهي امرأة الخليفة سليمان القانوني التي أوقفت مجموعة من القرى المحاذية لمدينة القدس للصرف على مصالح مدينة القدس وتحديدا على المسجد الأقصى في 959 للهجرة. فهذه الأوقاف في النوع الأول أوقاف المسلمين داخل مدينة القدس، تاريخيا كانت هذه الأوقاف وما زال بعضها إلى الآن قائما على الرغم من التعديات و الانتهاكات التي يقوم بها الصهاينة تجاه هذه الأوقاف. إن الأصل أن تكون أوقاف المسلمين في مدينة القدس، ولكن بسبب ظرفية المدينة ووقوعها تحت الاحتلال
كما كان سابقاً أو في عصرنا الحاضر، توسع المسلمون في تحبيس أصول وقفية مقدسية خارج مدينة القدس. لذلك نرى اليوم العديد من الدول التي تتواجد بها أوقاف مقدسية، وهي على النحو التالي: البحرين، السودان، الجزائر، تركيا، جنوب أفريقيا، السويد، بريطانيا، قطر، الكويت، السعودية، الأردن، المغرب، ماليزيا، لبنان، مدينة غزة، إندونيسيا. النوع الثاني من أوقاف المسلمين هي الأوقاف أوقاف مدينة القدس في بلاد المسلمين، وهي الأوقاف التي لم يستطع أهلها كما ورد في الحديث، والبلد ذاك حربا، لم يستطيع أهلها أن يوقفوا أو أن يؤسسوا أوقافا داخل مدينة القدس، فأوقفوا في بلادهم للصرف على مدينة القدس. تاريخيا سمعنا ما كان يسمى بوقف السرتين، وهي أوقاف كانت تعطى وريع كان يصرف من هذه الأماكن في بلاد الأتراك وفي بلاد البلاد المصرية، كان يؤخذ هذه الأوقاف كريع وقف نقدي، وكان يصرف على احتياجات مدينة القدس، فكان يعرف وقف السرتين، وقف نقدي. ولهذا نشط الوقف النقدي في خلال الفترة العثمانية في مدينة القدس. أيضا من هذا المفهوم وقف القدس في بلاد المسلمين، سمعنا أيضا أن هنالك أوقاف ما زالت قائمة وبدأت تتحرك هذه الظاهرة، وهي أوقاف القدس في بلاد المسلمين. الذي يوقف بيتا أو أرضا يقول أن ريعه للأقصى، فالوقوفات يمكن أن ينص عليها بأن تكون نتائجها أو أن يكون ريعها للمسجد الأقصى المبارك. أحيانا يأتي شخص محسن يوقف بيتا أجرته أو منفعته للفقراء، إن لم يكن هناك فقراء فيؤول إلى الأقصى، فكثير من الوقوفات تنص على أن يؤول الريع والفائدة هذه الوقوفات على المسجد الأقصى المبارك. ولما كانت الأكناف هي الأقرب والأولى بالاحتضان بحكم القرب والتاريخ المشترك، نشأت في أرض شرق نهر الأردن العديد من الأوقاف التي وقفت للقدس. الموقع الجغرافي للأردن من حيث اقترابه من القدس بشكل خاص وفلسطين بشكل عام أعطى الأردن أهمية كبيرة، وفي نفس الوقت ألقى عليها عبئا كبيرا ومسؤولية كبيرة وواجب كبير. أما الأهمية التي أعطاها للأردن فكما نعلم أن القدس بالذات
هي مدينة موضع اهتمام العالم بأسره، موضع اهتمام كل الديانات السماوية، وبالتالي الجميع مهتم بالقدس وبالأماكن الدينية الموجودة في القدس والمكانة التاريخية التي هي للقدس، وبالتالي هذا انعكس اهتماما وأهمية أيضا على الأردن بحكم هذا القرب الجغرافي. ولكن كما قلت في نفس الوقت أعطى مسؤولية كبيرة على الأردن وواجب كبير على الأردن بحكم هذا القرب الجغرافي، حيث أن الأردن يتحمل مسؤولية كبيرة في الحفاظ على هذه المقدسات والدفاع عن هذه المقدسات والدفاع عن هذه المدينة المقدسة بكل السبل وبكل الوسائل وبكل الإمكانات التي يملكها الأردن في هذا السياق. وبالتالي نجد اليوم أن ما من دولة من الدول معنية بملف القدس كما هي الأردن معنية، ما من قيادة في العالم العربي والإسلامي معنية في قضية القدس كما هي معنية القيادة الأردنية. هذا بقول جزء من هذا الواجب وهذه المسؤولية التي طبعا بالإضافة إلى الجانب الديني في الموضوع والقيادة الأردنية التي تنتسب إلى آل البيت والقيادة الأردنية الهاشمية. نحن نعلم أن أول الأوقاف في المدينة المنورة كان مسجد قباء ثم المسجد النبوي، ثم أوقاف كثيرة أوقفها النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام في المدينة المنورة. بعد ذلك الحقيقة وبعد فتح القدس على يد الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه بدأت من ذلك التاريخ الأوقاف الإسلامية في مدينة القدس. نعرف أنه سيدنا عمر رضي الله عنه عندما أراد أن يصلي صلى في المكان المعروف اليوم بمسجد عمر بن الخطاب، وبعدها مباشرة بنى المسلمون مسجد عمر في ذلك المكان. في عهد الخلافة الأموية تكاثرت الأوقاف الإسلامية في مدينة القدس، حيث تم بناء أو إعادة بناء المسجد الأقصى المبارك، تم إعادة بناء قبة الصخرة المشرفة. لما وصل الإسلام عبر التجار العرب إلى بلاد شرق آسيا أصبحت هذه البلاد من بلاد المسلمين، وساهمت كغيرها من البلدان في إنشاء الأوقاف وتقديم الدعم والإعمار خاصة للقدس والمسجد الأقصى. كمسلمين بالطبع وكما نذكر ونؤمن أن القدس هي ثالث أقدس مكان في العالم الإسلامي بعد مكة والمدينة ومن ثم القدس، ونحن قلقون للغاية بشأن ما يحدث في القدس اليوم. نحن نعتقد أنه يجب أن يتم إدارتها كمركز إسلامي. هذا بالطبع يعتمد على الولايات في ماليزيا والتي تعد مسؤولة عن الأوقاف في داخل الولايات، بأن هناك قضية يجب أن تطرح عليهم كي تحظى باهتمامهم، بحيث يتم إنشاء منظمات يتم من خلالها استثمار الأموال التي يتم تحصيلها من أجل القدس. بالطبع كما تعلم كي نقوم بذلك المنظمات يجب أن يتم إدارتها بكفاءة، ربما من خلال شخصيات معروفة جيدة في العالم الإسلامي، بحيث يكون لدى الناس ثقة عالية في هذه المؤسسات، ومن ثم يتم توجيه الأموال من خلال المؤسسات واستخدامها في دعم الشعب الفلسطيني في القدس. نعم، الأوقاف لطالما كانت مسؤولية الحكومة المحلية، والحكومة المحلية ربما تعني حكومة الولاية، فالولاية واحدة من 13 ولاية في ماليزيا، وكل ولاية تدير الأوقاف،
وعندما يتم منح الولاية إدارة الأوقاف تبقى معها بشكل دائم، ويرجع الأمر للولاية في طريقة إدارة الأوقاف. وللأسف هم ليسوا بارعوا البصيرة، حيث إن معظم أملاك الأوقاف يتم استخدامها لدعم الناس الفقراء، ولا يتم استخدامها لزيادة ثروة أو قيمة الأملاك ذاتها مثل تطويرها واستثمارها إلى آخره. هذا الوضع بحاجة إلى تصحيح. It is not used in order to increase the worth, the value of the property, like developing it, etc. This, of course, is something that needs to be corrected. امتدت الخلافة العثمانية في أطول فترة حكم في التاريخ، وفي أوسع بقعة شهدتها الدولة الإسلامية، وحظيت القدس بعناية متميزة في ظل هذه الدولة، وانتشر الوقف الإسلامي كمفهوم اقتصادي، ونالت المقدسات الإسلامية من هذا الوقف، وكانت القدس في مركز اهتمام الأوقاف والعناية بها. عندما يعني تولت الخلافة العثمانية السيطرة على القدس من الدولة المملوكية، أيضا تسابق الخلفاء العثمانيون إلى وقف الأوقاف الكثيرة في مدينة القدس. نعرف السور الآن اللي حول مدينة القدس الذي بناه السلطان سليمان القانوني، وفي داخل مدينة القدس وفي داخل المسجد الأقصى المبارك كذلك الحقيقة المئات من الأوقاف التي قام السلاطين والوزراء وقادة الجيوش من العثمانيين بوقف هذه الأوقاف الكثيرة. وبالتالي اليوم الحقيقة لو أردنا أن نتفحص مدينة القدس سنجد أنه أكثر من 80% من مدينة القدس هي عبارة عن أوقاف إسلامية. تحظى قضية القدس بقاعدة شعبية ودعم رسمي في تركيا، وخاصة أن ارتباط تركيا بالتاريخ العثماني الذي كان يولي القدس أهمية كبرى وميزة مختلفة. نعم، يجب أن تكون القدس بهذا القدر من الأهمية في نظر المسلمين. من أجل الدفاع عن القدس وإيلاء الأهمية يجب أن نعلم واجبنا هذا. قضية القدس لا تخص إخواننا الفلسطينيين فحسب، ولله الحمد لقد خدمنا القدس وبيت المقدس ومدينة الخليل على مدار 400 سنة، وقد تشرفنا بهذا. Hizmet etme onuruna nail olmuş bir neslin torunlarıyız. إخوتي الأعزاء، إن مؤسسة الأوقاف تعد أداة مهمة جدا لتحقيق هذه الأهداف، لأن حضارتنا هي حضارة الأوقاف، والأوقاف ما هي إلا تجل لقول الله عز وجل: وتعاونوا على البر والتقوى. وتعد كذلك الأوقاف حجراً أساسياً لمجتمعاتنا وأجيالنا لآلاف السنين. لا شك أن هناك إسهاماً كبيراً لثقافة الأوقاف للحفاظ على مقدساتنا وعاداتنا وتقاليدنا، ولا شك أن القدس ربما أكثر المسائل التي تتعلق بالأوقاف، لأن القدس كنز للأوقاف.
انظروا من عهد عمر رضي الله عنه مرورا إلى صلاح الدين الأيوبي وصولا إلى العهد العثماني. Very good idea to establish a center especially for the problem solving. هذه فكرة جيدة بإنشاء مركز خاص بحل مشاكل القدس، ومن خلال هذا المركز يمكننا أيضا أن نجعل الدول الأخرى غير المسلمة أن تجبر إسرائيل على قبول المفاوضات المسالمة بدلا من اللجوء إلى القانون السلطوي، فالقانون السلطوي سيؤدي إلى العنف، فلا بد أن يكون هناك تفاوض من خلاله يتم إعادة إعمار المدينة وإنشائها كمركز إسلامي حر، وتكون متاحة للمسيحيين واليهود لأداء العبادات والديانات فقط. ولكن المشكلة عندما لا يكون هناك تفاوض مع الإسرائيليين، لا يلتزمون بالاتفاقات، وهذا هو السبب في أن المفاوضات في بعض الأوقات تفشل. Christian and the Jewish religion only with regard to certain performance of their religion. But what is a problem is that whenever there is a negotiation with the Israelis, they never adhere to the agreed provision of the agreements. So that is why sometimes negotiation fails. وفي الآونة الأخيرة حيث القدس تحت الاحتلال، لم يتوقف الدور التركي عن المساهمة في دعم المسجد الأقصى والقدس على الصعيدين الشعبي والرسمي. هناك وقوفات تؤول وترجع إلى السلطان سليمان القانوني، وأيضا خاسكا سلطان التي هي أوقفت وقوفات في البلدة القديمة من مدينة القدس على فقراء المسلمين، وهذا يعني أن المقدسي حينما يدعم هو بمثابة دعمه للمسجد الأقصى المبارك. إن الاهتمام الإسلامي على مدى العصور بقضية القدس وأوقافها يشير إلى تجذر مكانة المسجد الأقصى في نفوسهم وعقيدتهم، وكان للشعب الفلسطيني الحاضر الساكن دور عظيم في حفظ هذه المكانة. ما في شك أن المقدسي يعيش في هذه المدينة بنية الرباط، والمرابط هو بمثابة المجاهد، وأن دعم هذه المدينة هو دعم للمسجد الأقصى المبارك، وبالتالي هو دعم للمقدس. إن الاهتمام بمدينة القدس هو اهتمام بالمقدسي حتى يثبت، وحتى يتمكن من الرباط، وحتى يتمكن من الدفاع عن المسجد الأقصى وإعمار المسجد الأقصى، لأن المسجد الأقصى هو بحاجة إلى مرابطين، إلى متعبدين ومعتكفين فيه، وبالتالي نحن بحاجة إلى دعم المقدسيين من أجل أن يتمكنوا في الدفاع عن المسجد الأقصى المبارك.
منذ أن نشأت فكرة الأوقاف حتى يومنا هذا، وحجم الأوقاف المقدسية يأخذ بالازدياد. فحسب الدراسات الميدانية الاستشرافية والتي بدأت منذ عام 2000 وكانت تقدر ب20 مليون دولار أمريكي، ومن المتوقع أن تصل في عام 2020 إلى 200 مليون دولار أمريكي. فنلاحظ هنا تصاعد الأوقاف المقدسية خلال العقدين السابقين بطريقة متنوعة ومتناثرة في العالم الإسلامي. احنا في عندنا دور لازم نلعبه، صندوق وقفية القدس له دور تلعبه، بداية بإخواننا الفلسطينيين المقيمين وإخواننا الفلسطينيين المقيمين بالشتات وبالمنافي، فعليهم واجب كفلسطينيين ويقومون بهذا الواجب، وإن شاء الله بيقوموا بأكثر، ومنها يعني منقل هذه حركة المقاومة بالمال والمساعدات لجميع إخواننا العرب والمسلمين في جميع تواجدهم، لكي يكون لكل واحد يقول إنه والله إلي حجر، إلي زاوية، إلي بيت، إلي مؤسسة في القدس. فهذا فخر كبير لإخواننا الفلسطينيين أولا بداية بالداخل والخارج، وإخواننا العرب والمسلمين والعالم المسيحي كله والعالم كله، إنه يقول القدس للجميع، يعني القدس يعني للعالم كله، وهي أرض مقدسة، والفلسطينيين اعتبروها إنه ونحن نعتبرها إنه هي عاصمتنا الأبدية العربية الأزلية اللي إحنا اللي بنطلع عليها بوجداننا كل يوم. إن تحويل هذه المشاعر الجياشة وهذا الوقف المعطاء على طول وعرض الأمة الإسلامية إلى جهد عملي يخدم القدس هو ما يحفظ للمسجد الأقصى صموده في وجه الاحتلال ومحاولات التهويد. هناك اعتداءات كثيرة على المقبرة، مقبرة باب الرحمة وعلى مقبرة باب الزاهرة، وتكسير القبور، وهذا يعني أنهم يريدون تفريغ المدينة من أهلها. الاعتداءات متعددة، لأن نعتبر أن المقبرة هي جزء من الوقف الإسلامي. أيضا منع دائرة الأوقاف الإسلامية من ترميم ساحات الأقصى مؤخرا، باعتبار أن اليهود يدعون أن الساحات هي تابعة للبلدية وليست للأقصى. هذا أمر خطير جدا، نعتبر أن ساحة الأقصى هي جزء من الأقصى. أما ما يدعيه اليهود بأن هذه الساحات هي ساحات عامة تبع البلدية هو أمر مرفوض جدا. Üçüm.
افتح الشارع حالا قبل استعمال العنف بالشرطه. اطلب من جميع المصلين حالا فتح الشارع. الصلاه انتهت من زمان. الصلاه انتهت. الصلاه ست فرق اربع ركعات ثمان ركعات من زمان انتهت. كل الجميع يترك الصلاه هسه. افتح الشارع لو سمحت رتب للجميع. Unfortunately, today Jerusalem is not free. The Israelis tend to control. للأسف اليوم القدس ليست حرة. فالإسرائيليون يتحكمون بالدعم الذي يتم إرساله للمسلمين. ولذلك هناك صدامات بين الإسرائيليين والمسلمين في القدس، وهذا لن ينتهي حتى يتم إنشاء سلام من خلال الاعتراف بأن القدس هي جزء من العالم الإسلامي، لكنها أيضا مفتوحة أمام الديانات الأخرى لأداء عقائدها، ولكن لا أن تحكم القدس. اليوم إسرائيل تبني مستوطنات أقرب وأقرب إلى القدس، وتعلن إسرائيل أن القدس عاصمة لها، فهذا خطأ. القدس لم تكن يوما عاصمة لإسرائيل، لكن بسبب أنهم يخترقون الوضع القائم في القدس ويحاولون فرض قواعدهم، وبسبب ذلك هناك صدامات وعنف بين المسلمين واليهود. This has never been a capital city of Israel, but because they breached the situation prevailing in Jerusalem, and they tried to impose their rule, because of that there is now violence and clashes between the Muslims and the Jews. إن ما يقوم به الاحتلال هو تهويد للمدينة المقدسة في موضوع الضرائب، موضوع مصادرة الأراضي، هدم المنازل للمقدسيين بحجة عدم الترخيص، عدم إعطاء ترخيص للمقدسيين حتى يضطروا للخروج خارج القدس، ونوع من التهجير. كل واحد قادر انه يعمل وقف في القدس او وقف ذري في القدس، هذا الاشي الوحيد اللي بمكننا انه نضلنا محافظين على عروبة القدس وعلى مكانة القدس. فانا بطلب، انا باولهم يعني راح نعمل وقف ذري لكل املاكنا في القدس لكي تصمد القدس، ولانه لكي العالم اليهودي وإسرائيل تعمل كل جهدها إنها تشتري كل قطعة في القدس. فأنا بطلب من العالم العربي والإسلامي إنه كل واحد قادر إنه يمتلك حجر أو يمتلك بيت أو يمتلك محل في القدس، هذا شيء عظيم لإسراج كل قناديل القدس بهالزيت العظيم اللي بده يحافظ على عروبة القدس. وهذه الأوقاف بالمناسبة هي تقف حجر عثرة أمام سلطات الاحتلال الإسرائيلي اليوم التي تحاول تهويد هذه المدينة المقدسة، ولكن أحد العقبات الكبيرة بل الكبرى التي تجابه هذه المخططات الإسرائيلية هي هذه الأوقاف الإسلامية الموجودة في القدس. وهذا يعني في النهاية يعطينا واجب ومسؤولية، أنه يجب المحافظة على هذه الأوقاف، ويجب الحرص على هذه الأوقاف ودعم هذه الأوقاف لتبقى في أداء رسالتها ودورها في الحفاظ على إسلامية عروبة مدينة القدس. لا يقتصر الوقف على مدينة القدس، إن الوقف في عموم أراضي فلسطين المحتلة ممتد وثابت، وهذا ما يجعل فلسطين كلها أرض وقف لا يجوز التنازل عنه.